اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد. أخي مسعود بارك الله فيك، أحسن الله إليك، ما قصرت، هذه أمانتك، هذه أغلى هدايا لمواطني بنغلاديش، نحن نسعد بهذه الهدايا، هذه أمانتك يا شيخ. كتاب الله اشتريناها قبل أيام، وهذا كرتون، وهذا كرتون كتاب الله، الحمد لله شريناها من المكتبة وبعضها وزعنا هذه الكتاب. سوف نجلس بتغليف كتاب الله، وفي في أسرع وقت إن شاء الله سوف نقوم بتوزيع هذه الكتب إن شاء الله. هؤلاء الأبطال الذي ترونهم، هؤلاء طلاب قسم اللغة العربية، هؤلاء يتخصصون في جامعتنا على اللغة العربية. ادعوا لهم يا أخونا مسعود وزملائه، كلهم يدعون له. هؤلاء المتبرعون أيضا يتبرعون بأشغال أيديهم لخدمة كتاب الله، بدأوا يغلفون، وإن شاء الله سوف نبدأ ونقوم بتوزيع هذه الهدايا بين طلاب المدارس في مدينتنا وفي أحيائنا. إن شاء الله سوف نأخذ جولة كبيرة لتوزيع كتاب الله في المدارس التي أسست حولنا. وأخيرا نقول لكم ولأحبابكم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، تقبل الله منا ومنكم هذه الأعمال الصالحات، اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ يا شيخ، شيخ عبد الله الميمون، شيخ عبد الله الميمون يحفظه الله، وأخي الكبير شيخ هداية الله نائب رئيس جامعة المنهل، سوف نقدم إليهم هذه الهدايا. هؤلاء يوزعون المصاحف بين هؤلاء الطلاب، والطلاب الآن يستلمون بين من هذه المشايخ. تفضل يا شيخ، بارك الله فيكم، بارك الله جهودكم ويحفظكم من سيء الأحوال ومن سيء الأحداث. الأحداث ما يحدثون في هذا الوقت الراهن في فرنسا، نسأل الله لكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يحفظكم من هذه المصائب، ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم إن شاء الله، ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا. وجئنا في هذه القرية بمناسبة أخينا عبد الله ميمون يحفظه الله، يحفظه الله، جئت لكي نوزع بينهم هذه الهدايا، هدية كتاب الله الكريم. الآن سوف يقوم بتوزيع هذه الهدايا الشيخ مدير هذه المدرسة، طيب، ومدير هذه المدرسة وهو ذهب إلى أشغاله، ونحن نوزع بين هؤلاء هذه النسخ. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا إله إلا أنت، أجود من سئلت، وأوسع من أعطيت، وأرأف من ملكت، أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك.